مشاهدينا رمضان مبارك سعيد ومرحبا بكم في برنامجكم رمضانك احلى، البرنامج اللي غادي يرافقكم طيله شهر رمضان مواضيع متنوعه اللي غادي ترضي جميع اذواق المشاهدين واللي كتهم حياتكم اليوميه. على شهادة تي في معايا انا غيتا. والبدايه غادي تكون دائما مع الصحه. فقره اليوم من صحتك في تغذيتك غادي نتكلموا على اهميه التحاليل الطبيه خلال او قبل شهر رمضان مع الدكتوره هند القرماعي خليل اللي غادي تكلم لنا اكثر على التحاليل اللي لازم يقوموا بها الناس اللي كيعانيهم بعض الامراض. اما في فقره الجمال فغادي نشوفوا مع ابتسام مجموعه من المواضيع اللي كتهم العنايه بالبشره ديالنا. وفقره المطبخ شيف هند جايبه لنا كيفيه تحضير كيش بالخليع. وبطبيعه الحال ما نسيناش لكم فقره الموضه اللي غادي نلقاو الضوء على التشكيله الجديده ديال المصممه سهام احسان. اما فقره الرياضه فطيله الاسبوع او طيله شهر رمضان غادي نستضيفوا بعض لي كوتش اللي غادي يعلمونا الحركات الرياضيه اللي لازم نقوموا بها في البيوت ديالنا. ومع شهاده تي في متعه واستفاده ورمضانك احلى. مشاهدي شدة تي في ورمضانك احلى، كنرحب بكم من جديد. كيف ما تكلمت لكم فاليوم غادي نطرقوا لموضوع التحاليل الطبيه قبل او خلال شهر رمضان. هاد التحاليل اللي غادي تمكننا من التعرف والتشخيص ويمكن نتفاداو بعض الامراض كالسكري او الكوليسترول او حتى مرض الكبد. اليوم الدكتوره هند الكرماعي خليل غادي تعرفنا اكثر على انواع ديال هاد التحاليل، فخليكم معنا وتابعوا الروبورتاج. اهلا بمشاهدي شدة تي في. اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على التحاليل اللي ممكن ان الشخص يعملها خلال شهر رمضان او بعد شهر رمضان. دونك ما بين هاد التحاليل والاهم منها غنبداو بمستوى السكري في الذات اللي هو الجليسيمي اجان وخزان السكر، ومن بعد غادي نطرقوا للتحاليل ديال الكلي اللي هما لوري وكريات، وممكن نضيفوا عليهم نسبه تصفيه ديال هاد المواد في البول والبروتينات في البول. وعندنا ايضا تحاليل ديال الكوليسترول استقلاب الدهنيات، بما ان هذا الشهر الكريم هو المائده كتكون مليئه من السكريات والدهنيات والشهيوات، دونك غنطرقوا الكوليسترول توتال، الشحوم الثلاثيه، الشحوم الايجابيه اللي هي اتش دي ال، والشحوم السلبيه اللي هي ال دي ال. دونك ان شاء الله نبداو التحليل الاولى اللي هي مستوى السكري والخزان في الدم. علاش حاولنا ندويو على هذا الموضوع؟ لان الفئه ديال المرضى المصابين بالسكري هي كثيره بزاف بالنسبه للامراض المزمنه، لذا خاص ولا بد المرضى السكري يجيو يراقبوا السكر ديالهم والخزان ديالهم باش يشوفوا واش يقدروا يصوموا ولا لا. ملي السكر كيكون عندهم اضطرابات كثيره في هذا اليوم ديال الصيام كيهبط لهم السكر، من بعد الاكل كيقدر يطلع لهم درجه مرتفعه كثير، دونك كان هاد التغييرات المتكرره كيقدوا يعطيو نتائج سلبيه على الصحه ديال ملي السكر. داكشي علاش الطبيب كيأكد على هاد التحاليل باش اولا يشوف واش هاد السيد ولا هاد السيده غادي تصوم، واش تصبر على الصيام، وفي اخر رمضان كيشوف واش الصحه ديالها تماشات مع هاد الشهر الكريم ولا كانوا اضطرابات. دونك هاد المستوى ديال السكر شنو هو؟ هو خاص يجي الانسان ما واكلش على الاقل 8 ساعات باش كنشوفوا القيمه ديال السكر قبل الاكل. اما الخزان ديال السكر فهو تحليله كتعطينا واحد القيمه ديال التوازن ديال السكر خلال 3 اشهر. ايضا هاد الناس اللي مرضى بالسكري كاين كنقدروا نكلاسيهم اون دو تيب، النوع الاول اللي هو انسولينو ديبوندون، والنوع الثاني هو الانسولينو ريزيستون. وهنا كيختلف لان الناس اللي عندهم النوع الاول نورمالمون ما خصهمش يصوموا، ودائما خاص الواحد يستشير مع الطبيب المختص ديالو باش يقدر يشوف كباك. أه
ودابا نقدروا ندوزوا للتحاليل ديال الكلي. هاد التحاليل ديال الكلي ما كيديرهمش غير الناس ديال السكر، كيديرهم الناس اللي عندهم صحه عاديه والناس اللي كيداويو على الضغط الدموي، لان الكلي هو من اول الاعضاء اللي كتقدر تاثر. دونك شنو هما هاد التحاليل؟ هما لوغي ولا كرياتينين اللي كيعطيونا واحد القيمه ديال الحاله الصحيه ديال الكلي. وكيقدر ايضا الطبيب يطلب النسبه ديال التصفيه ديال هاد المواد في البول، البول جينيرالمون ديال 24 ساعه، وايضا البروتينات في البول. علاش؟ لان كما قلنا الكلي هو مصفات ديال الذات من السموم، ومهم بزاف. والناس اللي عندهم ضغط دموي كيكون في هذا الشهر ديال رمضان، وخاصه كما اشرنا الذكر هذا الشهر الكريم جا في واحد الحراره، دونك الناس ما كيشربوش الماء بزاف، وخاصهم يشربوا الماء بزاف بعد الافطار. ودائما يرجعوا للطبيب ديالهم على ضروره الصيام او عدم وجوده. ندوزو للتحليله المواليه اللي هي استقلاب او ميتابوليزم ديال الدهنيات، واللي غادي ندويو فيها على الكوليسترول توتال اللي هو كيعطينا نسبه ديال الدهون. كنقيسو ايضا نسبه ديال الشحوم الايجابيه اللي هو الاتش دي ال، والدهنيات السلبيه اللي هو ال دي ال. وهاد التحاليل كيطلبوهم بزاف في الاطباء، كساسوا بالنسبه للناس اللي كيداويو على السكري، ولا الناس اللي كيداويو على القلب، ولا اللي كيداويو على الكلي، ولا الناس اللي ما عندهم حتى اعراض، زعما حتى مرض لا مزمن لا مرض عادي. لان هذا مهم بزاف، لان شحال من نسبه كتقدر تكون قليله ولا كتكون نسبه طالعه، والناس ما حاسينش بتغيير في الذات ديالهم، ولا كيقدروا يكونوا عندهم غير احساس ديال الدوخه شويه خفيفه، وهو فينالمون راه المشكل في الكوليسترول ولا التريغليسيريد اللي فيه هذا المشكل. دونك كما شفنا تحاليل كاملين نقدر الشخص يديرهم قبل اثناء وبعد رمضان. الله يدخلوا عليكم والله يدوزوا بالصحه والعافيه. الصحة ديالنا تاج على عاتق ديالنا، خاص الواحد يحافظ عليها. دونك الناس اللي مرضى خاصهم يمشيو يستشروا مع الطبيب ديالهم باش ان شاء الله كلشي يدوز على خير. سي فغي كلشي كيفرح بحلول رمضان، ولكن الواحد ملي ما كيصومش ماشي انه معزول، لا، كاين ظروف ان الصحة خاصنا نحترموها باش ان شاء الله كلشي يدوز على خير. كنتمنى لكم شهر رمضان يدوز باكمل الوجه، والله يدومو علينا بالصحه والعافيه. شكر خاص للدكتوره هند الكرماعي طبيبه بيولوجيه على التوضيحات ديالها. بهذا الشكل تعرفنا على مختلف التحاليل اللي نقدروا نقوموا بها خلال هذا الشهر الكريم، وما نساوش استشاره طبيب مختص قبل توجه لمختبر تحاليل طبيه. اما فقره الجمال مشاهدينا، فابتسام جابت لنا هذا النهار سوان دو فيزاج او طريقه الاعتناء بالبشره باش تعطينا نضاره اكثر ونقاء. سناء مرحبا بك معنا اليوم في شادا بيوتي. ميرسي. حنا عارفين ان لو سونتر بيلا ليغ متخصص في لا ماري، بغيت نعرف شنو هما لي سوان اللي كتقلب عليهم لا ماري ملي كتجي عندكم. اول حاجه لا ماري ملي تجي تتقلب على لي سوان ديكلا، سوان دو فيزاج اللي تعطيها ليكلا لو فيزاج. واش ما كتكونش باغي تصلح دي ديفو عندها في وجهها قبل بوغ سو بريباري بوغ العرس ديالها؟ بالنسبه للعريسه اللي تيكون عندهم لاكني او لا تيكون عندهم ديتاش ديتاش دو في الفيزاج ولا هذا، اول حاجه تتقلب عليها تقلب على ليكلا، تتقلب على لا بيرفيكسيون ديال لو فيزاج. خاص لابوس تكون ماشي غير نيتوايي بروبر، تجي عندنا حنا اللي تنديرو لها نيتواياج ديال لابو، تندير لها نيتوايي بلا لوسيون بلو دي ماكيون، او تنديرو لو غوماج باش تحيد لابو مورت. باش تحيد لابو مورت مورا من تنساليو لو غوماج تنديرو لا فابور باش نديلاتيو لي كوميدون.
bien sûr, on sait très bien que la vapeur c'est les comédons. Ouais, la manière de bâcher les comédons, c'est toujours un mouchoir ou juste des lidines ou tellement de nastro. Là, ma bouquine est chasse simple de cette manière. Quel est le bâcher chasse simple? Nous sommes nous, ma bouquine est chasse simple. Nous utilisons l'appareil. كاين دي تيت باش نخدمو باش نحيدو لي كوميدون تنستعملو دي فونتوز لاباري هي باش نحيد ما تخليه لا تراس لا حتى شي حاجه وما تحش حتى لا كليونت ما تحش براسها راه تدير ان سون داكوغ ملي كتحيدي لي كوميدون قبل العرس واش ما تيرجعوش لي هادي السيل الجور جي نهار العرس ديالها لا حيت تجي شاك سيمين ديك 15 يوم اللي تتوجد العرس ديالها شاك سيمين تجي دونك ايتاب كل سيمانه تنحيدو بشويه بشويه ماشي تنجيو مدقه الاولى تتحيد كلشي Et après, ملي كنحيدو ليها لي كوميدون لا ماريي شنو هو لي تيب دو سوان بارتيكولي اللي كيعطي داك ليكلا اللي هي باغا نهار العرس ديالها هذاك لو سوان تنديرو سوان ايكلا تنديرو ان ماسك بالبلاسانتا هو اللي تنديروه تزيد يعطي ليكلا تنخرجوا ليكلا ديال لو فيزاج ا باز دو بلاسانتا ا باز دو بلاسانتا تناخذوا لا بلاسانتا ديال لا بلونت فيجيتال وهاد نعجل لي سوان سي امبورطون باش حيت عارفين العروس نهار العرس دو فاسون تدير الماكياج تدير لو فون دو تان واش هاد لو سوان اي ديفير يعني ملي كدير الفون دو تان ديال نهار العرس كتبان كنبريباريو لا بوسي بوغ لو ماكياج دو جور جي وي هاد لو سوان كامل البوان ديالو هو لو جور جي دونك تي ماشي غير تيطلع لينا حتى الماكياج تيطلع ديال العروسه Il n'y a pas besoin de faire plusieurs couches. Là, le maquillage, c'est la base de le traité ou ça vous aide le maquillage de Quel est le conseil de la mariée qui est toujours de la peau de la pour le jour J pour le reste de la من غير لي سوان اللي كيديروا شنو كيفاش غدير لونتروتيان في الدار شنو هما لو تيب دو برودوي نقولوا ناتوريل اللي خاصها تتبعهم وشنو هما لي كونسيل اللي تعطيها اللي كتجي جينيرالمون لا ماريي اللي كتجي عندك لو سالون باش ديرها كل نهار قبل ما يجي العرس ديالها بالنسبه لا ماريي النصائح اللي تنعطيوها هي توجد راسها من قبل لا وجهها لا لو كور لا شعر من غير عندنا في السونتر توجد راسها في الدار دير وصفات طبيعيه كدي سوان دو فيزا سوان دو فيزاج ان ميني سوان دير فيه العسل راه مزيان لو فيزاج الخضر الماء ديال الخضره حتى هو مزيان وهاد لي سوان اللي كنديرو حنايا شحال تيشدو لنا ابخي العرس نورمالمون ان سوان بروفون الوحده ديرو من 3 شهور 3 شهور سوان نورمال من شهر لشهر سنة ميرسي بوكو حيت تقبلتينا عندك في سونتر بيلا لور اي ميرسي بوكو بور لو سوان اللي درت لنا ديمونستراسيون ديال تو لايف ديال لا ماريي وشفنا كيفاش تهلاي في لا ماريي ديالك ملي كتجي عندك باش بريباري لا بو ديال نهار العرس ديالها ميرسي بوكو سنة ميرسي كنشكر ابتسام والضيفة ديالها سناء سبيلي على هذا الروبورتاج وعلى هذه المعلومات كلها اللي غادي تفيدنا باش نحصلوا على بشرة نقية وأكثر نضارة خليكم معنا مازالين عندنا روبورتاجات واحد اخرين ورمضانك احلى على شدة مشاهدينا كنجد الترحاب بكم في رمضانك احلى على شدة تي في فكيف ما كنعرفوا جميع المائده المغربيه طيله شهر رمضان كتكون متنوعه باطباق مختلفه داكشي علاش الشيف هين جابت لنا هذا النهار طريقه سهله وسريعه باش نحضروا الكيش بالخليه صباح الخير مشاهدي شدة اليوم غنقدم لكم وصفه جديده اللي هي لي كيش
ريفيزيتي بطريقه جديده، مزيج من جوج الوصفات. كنعرفوا ان ليكيش هي وصفه اوروبيه، غندخلوا عليها بعض النكهات مغربيه. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا 250 غرام ديال الفارين كومبليت اولا القمح بالنخاله ديالو، غنحتاجوا 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون في درجه حراره المطبخ، غنحتاجوا البيضه، قليل ديال الماء، شويه الملح، وشويه ديال الاعشاب منسمه، وشويه ديال البصل اللي كيكون مجفف. بالنسبه للحشو ديالنا كيف ما قلت لكم، فاحنا غادي نستعملوا قليل ديال الطحين، شويه ديال الخميره الكيماويه، جوج بيضات، شويه ديال الخليع اولا اللحم المجفف، وغنحتاجوا 250 غرام ديال القشطه الطريه والملح والبزار. غندوزو لتحضير العجين ديالنا. اول حاجه غناخذوا القمح اللي بالنخاله ديالو، غنديروه في العجانه ديالنا، غنزيدو عليه الزبده. كيف ما قلت الزبده خاصها تكون في درجه حراره المطبخ باش كتسهل علينا الخدمه ديال العجينه ديالنا. غنديروا شويه ديال الملحه، غنديروا شويه الاعشاب المنسمه اللي هي الزعتر، زعتره، الحبق يابس. هذه فكره جديده باش كنكهوا العجينه ديالنا، باش ما كتجيش بحال العجينه العاديه، كتجي منسمه اكثر. هذا شويه ديال البصل حتى هو المجفف، وغنبداو كنخدموا في العجينه ديالنا. من بعد ما تبسات العجينه ديالنا، فاحنا غادي نكسو واحد البيضه وحده وغنزيدوها على العجين. باش تجمع لنا العجينه غنزيدو واحد شويه ديال الماء، يعني قطرات، واحد معلقه كبيره. من بعد ما وجدت العجينه ديالنا، احنا غنحاولوا نسرحوها. كما كتشوفوا ها هي لا كونسيستانس ديالها. غنديروا شويه ديال الطحين، وغناخذوا بكميه قليله حيت ما يمكنش نسرحوها بحال لاباط بريزي العاديه، سينو غادي تفرتت لينا كلها. غنقطعوا بهذا الشكل ونحاولوا نلبسوا لومول غير بشويه، يعني واخا تخسر لينا حيت هي كتجي هشيشه بزاف، ماشي بحال لاباط نورمال. غنحاولوا صباعنا بحال هكا ندخلوا في كاع الجوانب ديال لومول. الوغ كيف ما كتشوفوها كتجي مفرته، فهكاك ملي كطيب كتجي هشيشه بهذا الشكل هذا. ونكملوا العجينه. نلبسوا المول الثاني ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا لي مول كاملين. ونحاولوا مع لاباط، حيت الا مشات تقطعت لنا او بقى لنا شي فراغ، فملي غنديروا لا باغياكيش غيخرج لنا لو ليكيد كامل، وبالتالي غادي تجينا لا كيش خاويه. يعني نمشيو معها غير بشويه، هي كتبان في الاول صعيبه، ما اون فوا غتصاوبوا الاولى غتجيكم سهله. من بعد ما لبسنا المول الجوانب كامل ديالو بلاباط، فاحنا كنحيدو هاد ليكس اللي بقى لينا بالموس، يعني من الجهه اللي ماما جاش بهذه الطريقه هادي، باش كتجينا لاكيش مقاده، يعني كتجي بيان فيني كيف ما كتشوفوا معنا. غنكملوا لي مول كاملين وندوزو باش نشوفوا طريقه تحضير لافاخ ديالنا. بعد ما حضرنا العجين ديالنا في لي مول، غندوزو دابا لتحضير لاباغياكيش. اول حاجه غادي نديرو القشطه الطريه، غنديروا جوج بيضات، باش نسمو غنديروا واحد شويه ديال الكوزه، هذه كتبقى اختياريه ولكن كتعطي مذاق زوين لاباغياكيش. غنديروا شويه ديال الملح،
شويه ديال الابزار، غنديروا واحد تقريبا 4 غرام ديال الخميره ديال الكيماويه باش كيجيونا لي كيش ديالنا سوفلي، وغنديروا تقريبا جهد معلقه صغيره ديال الطحين. غنخليو الخليط ديالنا كله يطرب، غندوزو نعمرو لي كيش ديالنا بالخليع اولا باللحم المجفف، يعني غنديروا الكميه اللي بغينا، ونحاولوا ما نخلوش مجموع، يعني بيدينا بحال هكا نحلوه. هاد المزيج بين الخليع وبين لاباغيا كيش فهو كيذكرنا بنكهات مغربيه، وكيجي لذيذ مع لاباط اللي صوبنا بالقمح الكامل. بعد ما عمرنا بالخليع فاحنا غادي نشدو لاباغيا كيش ديالنا، وغنحاولوا نعمروا لي كيش، ونحاولوا ما نوصلوش حتى للفوق حيت بما اننا درنا فيهم الخميره الكيماويه فهما غيزيدوا يتنفخوا، غيجيو سوفلي. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الفروماج فاحنا نقدروا نزيدوا الفروماج محكوك من الفوق. انا هنا اكتفيت غير بالقشده الطريه وبالخليع باش حيت كنعرفوا ان الخليع كيكون يدم شويه، ما بغيناش نزيدوا الفروماج باش يبقى لنا المذاق ديال الخليع اللي كيكون غالب. من بعد ما عمرنا لي كيش غندخلوهم للفران اللي كيكون ديجا سخون درجه حراره 180 درجه تقريبا نصف ساعه حتى كيتنفخوا لي كيش ديالنا، وكنخليهم واحد شويه حتى كيولوا دوغي ونخرجوهم. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي هو لي كيش غوفيزيتي طريقه مغربيه، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. كيف ما شفتوا معنا في الروبورتاج فهي طريقه مبتكره وسريعه باش نحضروا الكيش بالخليع، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتحضروها في البيوت ديالكم. كيف ما كنعرفوا فالمراه المغربيه كتفضل استعمال الجلالب او القنادر او حتى اللباس اليومي اللي كتكون فيه واحد لاتوش تراديسيونيل، داكشي علاش مشاهدينا جبنا لكم التشكيله الجديده ديال المصممه سهام احسان اللي هي عباره عن جلالب يوميه، فخليكم معنا باش تكتشفوهم. معكم سهام احسان مصممه ازياء، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على جلالب ديال رمضان. مرحبا بكم عندي شاده تي في، غنهضروا على جلالب ديال رمضان ديال لو كوتيديان، كيفاش خاصهم يكونوا وشنو الاتواب اللي مستعمله فيهم وشنو هما الانواع ديال الخياطات اللي درت فيهم وحتى الالوان اللي كينسبوا لهذا اعمار معينه والاتواب اللي كتناسب حتى هي اعمار معينه. درنا جلالب مودرن تقليديين افيك اون توش مودرن باش تناسب جميع الاذواق وجميع الاعمار. غادي تشاهدوا معنا، بقاو معنا. كيف ما كتعرفوا هاد السنوات الاخيره رمضان ولا كيجي في الصيف،
يعني كتكون الحراره الناس ما متعودينش على ما كيبقاوش قادين على اللباس الثقيل. ودغنييرمون الناس ولينا كنشوفوا حتى البنات والسيدات ولاو كيمشيو بزاف الجلالب، كيعجبهم الحال انها تلبس جلابه، يعني ماشي بحال شحال هادي كنا كنعرفوا بلا الناس غير الناس الكبار ولا العيالات هما اللي كيلبسوا جلابه، لا دابا ولاو حتى لي جون في كيلبسوا جليلبات، سورتو الا كانت بواحد الفصاله زوينه اللي هي مودرن كتناسب كيف ما تنقول جميع الاعمار. فهاد رمضان هذا وفهاد لاكوليكسيون هذه اللي انا غادي نهضر لكم فيها عليها اختاريت جليلبات بزاف ديال الالوان وحتى الفصاله ديالها متنوعه. بالنسبه كيف ما كتشوفوا معنا جلابه صفراء في الفصاله ديالها ماشي بالخراط كما تنقولوا عليها المنافق بالزواق ديال المعلم خفيفه، الخياطه ديالها تقدر تلبس الشكل ديال الفصاله وباش مخيطه صنعه باش مخيطه تقدر تلبس بنهار تقدر تلبس في العراضه تقدر تلبس من مورا الفطور، نقدروا نلبسوها في جميع يعني توت لا جورني كيف ما كنقولوا. اختاريت ندير فيها الزواق ديال المعلم باش ما تجيش ثقيله، انتوش بلديه ديال الزواق باش تجي مناسبه تعطي داك التهرس شي شويه باش ما تجيش ترو سامبل وما تجيش عاوتاني ترو شارجي. كاينه عاوتاني جلابه، درنا عاوتاني جلابه واحده اخرى اللي هي جلابه بالخراط في البلوغوا، هذه شي شويه كيف ما تنقولوا حسبية شي شويه تخدمات بالقطن بجوج دلوان، دخلنا عليها الفوشيا كومسا باش ما تجيناش طافيه تهرس داك شويه البلوغوا، هذه صالحه للكوتيديان بالنهار تقدر السيده تلبسها تخرج بها عادي مورا الفطور حتى الا ما كانش عزيز على داك الشيء ثقيل، وهذه كتوالم اكثر السيدات اكثر من الشابات كيف ما كان اكثر من لي جون في. كاينه عاوتاني هذا الموديل واحد اخر ديال جلابه نوار، جلابه نوار اختاريت ندير فيها نخرج من عاوتاني من الزواق، غادي درنا فيها الحجر في الفيغ رويال وشويه ديال الدوري والنوار كوم سا. حاجه وحده اللي بغيت نشرح للسيدات بلا جلابه لا فيها الحجر راه ما تتكونش سواغي ضروري، حيت دابا ديرنييرمون ما بقيناش كنشوفوا الحاجه الذهبيه كتكون ضروري في الليل، لا راه نقدروا نلبسوها بالنهار كوم نقدروا نلبسوها في الليل، ماشي بالضروره علينا نلبسوها في النهار توسكي يبغي ما بقاش هذا الشيء، راه نقدروا نلبسوها حتى بالنهار. هذه حتى هي كتناسب لي جون في والسيدات، كتلبس في عراضه ديال الفطور كتلبس مورا الفطور خارجين مورا الفطور كتلبس زعما هادو هما الاجواء اللي نقدروا وحتى قبل الفطور ما عندناش مشكل. كاين عاوتاني هاد الموديل ديال جلابه وحده اخرى فيغ تركواز اختارينا نخيطوها بالقطيب، هاد الاثواب غير بين قوسين الاثواب اللي استعملت انا في هاد لا كوليكسيون ديالي سي الكريب الحرير، خفيف وما كي ماشي سخون بارد كيف ما تنقولوا باللغه العاميه بارد على البشره. اختاريت هذه المره ندير فيه لا دونتيل وتنبات ويجي التنبات ديالها اون 3 دي باش نخرجوا من داك التنبات اللي كنعرفوا لي بايات العقيق العادي، نو هذه حتى هي جات الفصاله ديالتها مودرن اي تراديسيونيل اوسي ولكن الخياطه ديالتها زمانيه اللي هي القطيب بالمرمى باليد، حتى هو كيف ما شفتوا معايا هرسنا داك اللون الفيرتوركوا بشويه ديال الفوشيا باش يعطينا اكثر شبابي. كاين معنا عاوتاني موديل واحد اخر اللي هو حتى هو بالنوار اللي هو مخيطينو بالضفيره بالصقلي اون كارتيي كوم سا باش هنا كيعطينا شي شويه نهرسوا داك لونوار، لونوار يعني واحد لا كولور اللي كتستقبل بزاف ديال الالوان ماشي بالضروره يكونوا مع لي كولور فلاشي، لونوار كنقدروا نستعملوا مع لي كولور يجينا صابغ يجينا فلاشي كي عندو لونوار كي كما تنقولوا تيهز بزاف ديال الالوان. هذه اختارينا حتى هي نديروها بالكتاف طايحين جلابه زمنيه مي الطريقه ديال التنبات ديالها سي ترو مودرن سي الحجر لي كريستو اون دوري وحتى الخياطه ديالها بالسقلي اون كارتي كيف ما قلت، هذه حتى هي كتناسب خريجات في رمضان دايوغ جلال يعني كيكونوا كنستعملوهم بواحد بقوه في رمضان كنقدروا نستعملوهم خرجه كيف ما كنعاودها وكنقولها رمضان جليلبه كتجي مرتاحه. هذه كيف ما قلنا جلابه نوار بالحجر
تصوبات في الكتاف، تصوبات في الصدر، وكيف ما كتشاهدوا معنا جلابه واحده اخرى هذه في السوسدي اون بلون كاسي. هاد الجلابه درتها مغلفه، جلابه بلا دونتيل منبته، حتى هي كتقدر در حاولت نديرها اون سول بياس كوم سا باش تجي براتيك، باش ماشي تجي دو بياس ثقيله، لا بالعكس كتلبس حتى هي في جميع الاوقات، وسورتو عراضات حتى هي في رمضان في الفطور يقدروا يلبسوها هذه تو تيب داج، يعني سيدات ولا دي جون في يعني بنيتات يقدروا يلبسوها جميع الفئات العمريه كما تنقولوا. هاد لا كولور ديالها سي اون كولور نقدروا نقول عليها كولور شير، حيت ماشي كولور تقريبا كولور بو، جايه حتى هي زوينه خفيفه، نقدروا يعني فريمون جلابه رمضانيه بامتياز، وحتى من غير رمضان بالعكس كتجي حتى هي زوينه، و با فورسيمون لو سوار راه نقدروا نلبسوها حتى لا جورني. معنا جلابه وحده اخرى حتى هي اللي حتى هي كريب دو سوا، ولكن هادو لي فلور جاو اون ريليف بدو كولور بور كاسي، وبلا نعرفوا بلا لي كولور نقدروا نخيطوهم بشحال من لون. بالنسبه لهاد الفيغ رويال نختار ليه البرونز باش يتخيط به سا شونج اوسي، وحتى الاحمر درنا هاد الوريدات اللي منبتين باحجار ديال الكريستال كيجيو حتى هما زوينين، وبالنسبه للسيدات وحتى دي جون في. اللي بغيت نقول ان هاد الجلالب حتى هما كاملين اللي هضرنا عليهم في هاد التشكيله يقدروا يلبسوهم السيدات المتحجبات، السوفي لاني هنايا كنشوفوا انه لون واحد، يعني يقدروا اي فولاغ عندكم غادي تقدروا تلبسوه معاه بجميع الالوان، نقدروا نلبسوا معاها فولاغ لون واحد، وبيان نقدروا نلبسوا معاها فولاغ فيه جوج دلوان او الوان مختلطه. كيف ما كنشوفوا تبارك الله السيدات ولاو كيتفننوا من غير حتى الالوان، حتى الشكل ديال باش كيصاوبوا الحجاب ديالهم، ما بقيناش كنشوفوا غير داك الحجاب العادي ولا بجوج ديال الاثواب. هنا بالنسبه حتى الجلالب اختارينا نديروهم لون واحد نركزوا عليه اكثر، باش يكون عندكم بلوس دو شوا باش تلبسوا الفولارات ديالكم كاملين وبكل راحه. بالنسبه حتى لهاد الجلالب اختارينا الفصاله تكون تقليديه محضه، حاجه وحده زدنا فيها دي توش مودرن باش تبقى الجلابه التقليديه ديالنا المغربيه في الاصاله ديالها، ولكن نزيدو نحببو فيها حتى البنات حتى لي جون في اللي طالعين دابا، باش كلشي يبقى ديك الحضاره ديالنا ديال الجلابه في رمضان، داك الطقوس ديالنا التقاليد ديال رمضان. بالعكس هادو تقاليد خصنا ضروري نحافظوا عليهم، وسورتو انايا كيعجبني حتى الجليبات ولا القفاطن ولا اي لباس ديالنا تقليدي فاش كيلبسوه حتى الوليدات الصغار في ليله 27 في العيد في رمضان، من كنكونوا كنزوروا الاهل والاحباب في الفطور وحنا خارجين بالنسبه حتى للتراويح علاش لا. وكيف ما شفنا هاد السنه هذه رجعنا للالوان اللي كانت في الخمسينات والستينات، رجعنا لها بقوه يعني لي كولور فلاشي شي شويه، بحال كيف ما كنشوفوا الاصفر ما كانش مريح بالنسبه للعيالات في الجلالب، ولينا كلا كنلقاوه بالنسبه حتى للفيغ رويال، بالنسبه حتى للبلوغ اوسي، كنا الالوان كنا مسانسين بهم كثر في تكاشات في خفاطن في شي حاجه ثقيله. بالعكس رجعوا للجلالب، رجع باش كيف ما كتشوفوا هاد السنه وحتى السنوات الاخيره ولا بلوس دو شوا في لي كولور، باش السيدات ما تحيروش كاين فين تختار، وكاين اختيارات زوينه وجميله بزاف. هذه اليوم اللي كانت معنا تشكيله ديال رمضان ديال الجليلبات، بالنسبه لي انها لجميع الاعمار، وان شاء الله نتمنىها تكون تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، وان شاء الله موعدنا الحلقه المقبله ان شاء الله. كانت هي اخر تشكيله من جلالب اليوميه للمصممه سهام احسان، اللي كنشكروها على الوقت ديالها اللي عطاتو لينا واللي عطاتو المشاهدي شاده تي في. في اخر فقراتنا لهذا اليوم دقائق للرياضه، الكوتش رضا جاب لنا هذا النهار حركات سريعه وسهله جدا اللي نقدروا نديروها في البيوت ديالنا باش نحميو الظهر ديالنا، فخليكم معنا باش تشاهدوا الروبورتاج.
صباح الخير عليكم. اليوم احنا في كروس بوكس، جينا اليوم باش نهضروا على التمارين ديال تقويه الظهر. بعد اكثر من 10 سنوات في مجال التدريب، اكبر مشكل تعانيوا منه الناس هو مشكل ديال الظهر. هذا المرض اللي شائع في العالم كامل، تقريبا كل 10 الناس حتى الناس عندهم مشكل ديال الظهر. اهم عامل الالم الظهر هو ضعف العضلات اللي كيدير الضغط على العمود الفقري. نورمالمون خاص العضلات ديالنا يكونوا صحاح، خاص العضلات هما اللي تهزوا السكوليت ماشي السكوليت اللي تهز العضلات. اذا خاصنا رونفورسيو لودو ديالنا باش يبقى واقف مزيان. التمارين اللي كنصحوا الناس يديروهم هو الكيناشو. احسن تمرين تيدار هي لا بلونش. هاد ليكزيرسيس هذا نقدر نديرو في الدار سون ايشوفمون بلا ما تكون عندي حتى شي حاجه. كنحتاجو لطابي وكرونو، من الاحسن تكون عندنا كرونو ولا مكانه ولا الواحد يقدر يحسب على خاطره. اول تمرين غادي نبداو به لا بلونش. لي كود ديالنا تيكونوا تحت لي زيبول، ومن بعد كنوقف كنسرح رجليا. خاص الجسم ديالي يكون متوازي مع الارض، راسي ما خصوش يكون واقف وما خصوش يكون نازل، الظهر ديالي حتى هو خاصو يكون مقاد، ما كنطلعش ظهري بزاف وما كنهبطوش، خاصني نبقى بحال هكذا. كنحسب واحد كان سكوند، كل واحد تيدير الجهد ديالو. في الاول نقدر نبدا بكان سكوند، ومن بعد غادي وكنزيد، من احسن حاجه هي 30 سكوند وكنبقى واقف. التمرين الثاني اللي غادي نديرو كنجي اكتر بات، كنطلع رجليا ويديا وكنبقى كنحاول نبقى ستاتيك فيكس، ما نتحركش. كيف ديما ظهري خصو يكون مقاد وراسي حتى هو يكون مقاد، ما يكونش طالع وما يكونش هابط. وكنحسب حتى ل 15 سكوند، كيف قلنا قدرت تمشي حتى ل 30 سكوند ماشي مشكل. وكنعاود نزل كنرتاح، كنجبد ظهري، نعاود نرجع ونبدل رجليا. كنحاول نزير كرشي وظهري وكنساليو، وديما ايتيرمون في الاخر باش نحيد العيا. التمرين الثالث اللي كنديرو كنكون ناعس على ظهري، كنحط يدي القدام وكنطلع الباسان ديالي وكنبقى. هاد التمرين كاين ناس غادي يجيهم سهل، من الاحسن في الاول يبداو بحال هكذا وكتحسب، تقدر تحسب حتى 30 سكوند. الا بغينا نزيدو نصعبو هاد التمرين كنوقف واحد الرجل وكنبقى واقف، ما كنتحركش كنبقى فيكس، ومن بعد نهبط رجليا ونبدل الرجل الاخرى. هكذا غتحس شويه الصعوبه في هاد التمرين. التمرين اللي غنديرو دابا تيتسمى لاشيز. كنجي عند الحيط كنجلس، كنحاول لي فيس ديالي يكونوا في النيفو ديال الركبه ديالي، تكون ظهري لاصق مع الحيط. كنطلع يديا وكنبقى واقف، ما كنتحرك ما كندير والو. المهم هو كرشي خاصها تكون مزيره وحتى الظهر ديالي يكون لاصق مزيان في الحيط. غادي نحسو حتى برجلينا في هاد ليكزيرسيس، مزيان نخدمو رجلينا حيت رجلينا هما اللي تهزو الظهر ديالنا. وكنبقى واقف كنشوف بكرونو، من الاحسن نخدم بكرونو، ما كاينلاش تحسب باش ما تبرزتش. وفاش نبعدوا على هاد المشاكل خصنا نبدلوا العادات اليوميه ديالنا. الناس اللي تخدموا في البيرو خصهم يعرفوا يجلسوا مزيان، ما ينساوش راسهم قدام البيسي. الناس اللي حتى اللي تتفرجوا في التلفزيون خاص يعرفوا التلفزيون يكون في المستوى ديال الاعين ديالهم، يكون قدامهم ما يكونش طالع ما يكونش هابط. فاش كنبغي نهز شي حاجه خاصني نعرف نهزها. الفراش ديالنا حتى هو خاص يكون صحي ومريح. وفقرة دقائق للرياضة وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة اليوم، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وشكرا على حسن المتابعة، ونتلقى بكم غدا إن شاء الله.